مرة أخرى مشاهدينا، زي ما وعدناكم في فقرتنا هيكون عندنا حوارنا عن الإنجازات في الفترة الماضية خلال 10 سنوات، وطبعا العديد من الإنجازات في مجال الإسكان، في مجال الصحة، عدد كبير من المشروعات القومية اللي كانت طبعا الهدف منها هي مصلحة المواطن. كل ده هنتكلم عنه مع ضيفتنا الكاتبة الصحفية أستاذة داليا أبو المجد. صباح الخير، منورانا ومشرفانا، كل سنة وحضرتك طيبة. خلينا في البداية طبعا نتكلم على يعني اليوم التاريخي. اليوم هو يعني أداء اليمين الدستوري للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام مجلس النواب، وطبعا بنتكلم على قد إيه ده مهم بالنسبة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية. أكيد طبعا يوم النهاردة يوم تاريخي في لمصر كلها وللوطن العربي كله، ولحظة تاريخية الناس كلها مستنيينها علشان يبدأ الفترة نستكمل المسيرة. بالضبط، لأن مسيرة النجاح كانت كبيرة قوي من أول طبعاً. ما بدأ ومن أول ما مسك، فكان لازم هو اللي يكمل، لأن ما كانش هيجي أعتقد حد هيقدر يكمل طبعاً. الفكر والطريقة والأداء كمان طبعاً. لأن سرعة الأداء اللي حصل بيها خلال 10 سنين اللي فاتت كانت يعني العالم كله بيتكلم عليها، ان احنا التطور اللي حصل في مصر خلال الفتره اللي فاتت ده يتم في اي دوله مش اقل من 30 ل 50 سنه. احنا في 10 سنين عملنا كم من الانجازات على مستوى المجالات كلها في مصر، وكان في طفره كبيره جدا في كذا اكتر من قطاع على مستوى مصر كلها. اكيد، خلينا نبدا يعني الملفات المهمه، زي مثلا ملف الاسكان والقضاء على العشوائيات، انه طبعا اتيحت الفرصه طبعا للطبقات المتوسطه وتحت المتوسطه ان هي تعيش في يعني مساكن جيده صالحه يعني بالنسبه للصحه، ويعني مساكن جيده جدا بالنسبه لهم. يمكن هم كانت المساكن اللي كانت قبل كده كانت صعبه جدا، أتيحت لهم الفرصة أنهم يعيشوا في حياة أفضل. ملف الصحة وإنعكاسه على المواطن، أنه هو الحفاظ على صحة الإنسان بحيث أنه هو عندما يكون في صحة جيدة فهو يعمل بشكل أفضل. هقول لحضرتك بالنسبة لملف الإسكان وملف الصحة اللي هم مهمين جدا. ليه؟ أنا ببني جيل طبعاً. جديد، فلازم أوفر له البيئة اللي يقدر يعيش فيها بشكل صحي، بشكل صحيح، أقدر لما أجي أعلمه يبقى هو يعني متقبل طريقة التعليم والتدريب اللي أنا هعملها له. فكان أول ملف في الملفات المهمة جدا موضوع العشوائيات، إن إحنا نحل موضوع العشوائيات، لأن العشوائيات دي للأسف الشديد كانت بتولد لينا يعني رموز ونماذج في الدولة بتهد الدولة مش بتبنيها. فكان لازم الاهتمام الأول بموضوع الإسكان، فإحنا اشتغلنا الأول على العشوائيات، وبعدين اشتغل فخامة الرئيس على الإسكان المتوسط والإسكان فوق المتوسط. دلوقتي حضرتك أنت بتحتاجي شقة، أنت بتروحي تقدمي إن كان في بنك الإسكان والتعمير أو في بعض الصندوق الجديد اللي اتعمل الحضاري، الصندوق الحضاري للإسكان، فأنت خلاص بقيتي بتلاقي شقة في مستوى اجتماعي كويس، ما بتبقاش خلاص مش زي زمان بقى اللي هي الشقق بتاع زمان احنا كنا عارفينها. لا بالعكس، انت بتدخلي اي مدينه دلوقتي في الاسكان المتوسط انت بتبقي مبسوطه ان الناس عايشه بالشكل ده وعايشه بالمستوى ده. في حته الصحه طبعا قضاء على فيروسي و100 مليون صحه، يعني احنا 100 مليون صحه لمستوى العالم، الناس كلها اتكلمت ازاي ان احنا قدرنا نعالج 100 مليون بني ادم، لان ده صعب جدا. انا عايزه اقول لحضرتك ان الصحه بره والعلاج بره مكلف جدا جدا للطبقات جداً. لدرجه دلوقتي بدات الدول الاوروبيه منها المانيا بتبدا بتشوف الدول اللي بيبقى فيها المستوى الاقتصادي او المستوى الصرف الفلوس فيها اقل، وبتيجي تاخد منتجات طبيه بتجيب فيها المرضى بتوعها هنا مثلا في مصر او الدول المجاوره لينا، لان هي مكلفه. فمتخيل حضرتك انك انت بتعالجي 100 مليون بني ادم، فالموضوع كان أكيد. مهم جدا يعني. طيب خلينا كمان نتكلم على يعني مجال وملف مهم جدا، وهي شبكات الطرق، ويمكن دي بتنعكس بشكل إيجابي جدا على مجال الاستثمار. بنشوف ده من خلال طبعا ان انا باثر المسافات كانت بعيده، انه وقت يعني المسافه نفسها بيكون اقل بكتير، وده بيساعد على جذب يعني مجال الاستثمار بالتحديد. طيب هي عشان موضوع الطرق والكباري كان في ناس بين مؤيد وبين معارض لموضوع الطرق والكباري، انا بس عايزه اشرح حاجه صغيره في الموضوع ده. حضرتك لو ما كانش اتعملت
الشبكة بتاعة الطرق والكباري في مصر، مصر كانت هتتحول تبقى باركينج كبير. بمعنى احنا عندنا الشوارع بتاعتنا كانت غير مؤهلة لعدد السكان وعدد العربيات الكبير. هدي حضرتك مثل صغير، هاخد منطقة صغيرة زي مثلا منطقة المهندسين. منطقة المهندسين لما اتعملت كانت كلها عبارة عن أدوار قليلة، دورين أو ثلاثة أو فيلل. تمام، فجأة لقينا الفيلل بتتهد وبيطلع مكانها عمارات عالية أبراج وأبراج كبيرة. طيب أنا عندي شبكة الصرف الصحي والمية والشوارع، كل دي كانت معمولة للعدد القليل اللي كان في المنطقة دي. فلما العدد زاد حصل ايه؟ حصل مشاكل في كل الشبكات دي. هي نفس الحكايه حصلت في مصر. احنا كان عندنا عدد معين من السكان في وساكنين في 7% من مساحه مصر. طيب كنا هنحل الموضوع ده ازاي؟ ان حضرتك بتاخدي الاول مثلا لو المهندسين لغايه مصر الجديده ممكن تاخد ساعتين ونص ثلاث ساعات في الطريق. صحيح. عشان كوبري اكتوبر الوحيد اللي كان الطريق الوحيد انك انت بتعدي منه. بالظبط. فلما حصل بقى الطرق والكباري، طيب ميزتها ايه؟ اولا قللت الوقت، لان الوقت ده بفلوس كتيره قوي. احنا لا نعي أهمية الوقت. الوقت ده مهم جدا، كل دقيقة وكل ثانية ممكن بيحصل فيها تغيرات على مستوى الدول. بالظبط. فأنت قللتي الوقت، قللتي الطاقة، طاقة البني آدمين نفسها طبعا، في النفسية والمعنوية، إنك أنت بتاخد وقت طويل جدا في الطريق. فتحتي مناطق جديدة تقدري تستثمري فيها، إن كانت مجتمعات سكنية، مجتمعات صناعية، أراضي كبيرة يعني جديدة ممكن تزرعيها. فأنت فتحتي الخنقة اللي كانت موجودة جوه العاصمة، أنت فتحتيها في حتة كبيرة جدا. فكان الطرق والكباري هي الحل الوحيد اللي كان لازم يتعمل علشان اقدر اجيب المستثمر من بره، علشان يقدر لما يصنع في مصنعه ايا كانت المنطقه يقدر يوديها للمينا، يقدر يوديها للمطار، يقدر ينزلها السوق، فيبقى سهل جدا. انت دي بيبقى عليه تكاليف زياده. بالزبط. فاحنا بنعمل ده علشان المستثمر وعشان المواطن المصري في حياته العمليه كل يوم. طيب يعني احنا عندنا كمان انجازات في مجال يعني او الاهتمام بقطاع يعني مهم جدا، وهي المراه نصف المجتمع. بنجد انه في امتيازات كثيره حصلت عليها، ان هي يمكن تقلدت عدد من المناصب يعني لم تتاح من قبل، زي قاضيه زي محافظه، يعني كل ده اتيح في عصر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. فبنجد ان هي حصلت على امتيازات. هي مصر المراه كانت من الفئات المهمشه في العصور السابقه، وكانت من الفئات اللي ما حدش بيهتم بيها خالص. صحيح صحيح. فخامه الرئيس لما جه هو كان فاهم كويس قوي اهميه المراه في تنميه المجتمع وفي بنى الفرد نفسه وبنى الطفل نفسه. وان هي ليها دور كبير جدا، يعني السيده ما بتشتغلش بس من الست بيت بس، هتلاقي الست بتعمل اكتر من حاجه في اليوم. يعني هي بتبقى ست بيت وبتربي ولادها وبتعلمهم وبتشتغل وبتعمل اكتر من حاجه في وقت واحد. صحيح صحيح. ودي ملكه ربنا اداها لها من عنده. صحيح صحيح. فلما ناخد الملكه دي اللي فيها بتعرف تعمل حاجات كتيره قوي وشاطره في تعليمها وشاطره في فكرها وابتكارها للحلول اللي هي حتى بتعملها في بيتها. ففخامه الرئيس اهتم بالمراه، كان فاهم وحط لها يعني خلاها من الفئات اللي ما بقتش مهمشه في رؤيه 2030 وفي التنميه المستدامه. فلقينا في 2019 كان عندنا 9 نواب، بقى عندنا 140. في مجلس الشيوخ كان عندنا 12، بقى عندنا في مجلس النواب 165 وفي الشيوخ 140 تقريبا. صحيح. النيابه الاداريه اكثر من 2300. عندنا بقت قاضيه ماسكه المحكمه الاقتصاديه، نائب المحافظ المركزي، مستشار رئيس الأمن القومي، مركز حقوق الإنسان، يعني بقت بتشتغل أكتر من حاجة وحققت نجاح. حتى الوزارات، كان الأول عندنا وزارتين بس في الوزارات، دلوقتي عندنا 6. فدي طبعا طفرة كبيرة جدا اتعملت في مصر. علشان القيادة السياسية وعيت أهمية المرأة وإنها يعني بتزاحم الراجل في سوق العمل وحاجات كويسة. أكيد أكيد. المجالات كمان اللي بتعد من المجالات اللي طورت جدا هو مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، ويمكن يعني عندنا أكتر من جانب خاص بالتعاون مع الدول المختلفة، واستفدنا من خبرات يعني لدول مختلفة زي ألمانيا في مجال مثلا الطاقة المتجددة. يعني هذا القطاع اتطور بشكل ملحوظ جدا.
اكيد طبعا. احنا عندنا شفنا في اسوان حقول الطاقه الشمسيه اللي موجوده واكثر محطه اتعملت للكهرباء بالزبط. لان احنا كان عندنا مشكله في الكهرباء والكهرباء صحيح. كانت موجوده ما كانتش بتكفي اصلا الاستهلاك المحلي فلما اهتمينا بده ليه اهتمينا عشان نغطي السوق المحلي اولا، ثانيا ان احنا لما يجي مستثمر عايز يشتغل عايز يعمل مصنع يلاقي الكهرباء اللي يقدر يشتغل بيها صحيح. لانك انت هتعملي جذب للاستثمار ازاي. وده يخليني برضو اتكلم في حته التنافسيه العالميه. في 12 مؤشر على مستوى العالم بيطلعوا تقرير جي سي اي اللي هو مجلس الاقتصاد العالمي في المؤشرات العالميه للتنافسيه. طب ايه موضوع التنافسيه ده؟ ده 12 مؤشر بيعملوا لكل دوله هي بتتميز في ايه وبتتميز في ايه. سنة 2011 كانت مصر رقم 94 من 180 دولة. وصلنا لأسوأ حاجة في 2014 كنا 119. احنا في 2019 وصلنا ل 93. فان احنا نوصل للمركز 93 في التنافسية العالمية ونبقى احنا عندنا ميزة تنافسية في بعض الحاجات اللي جوه مصر، ده بيخلي المستثمر بنجذب المستثمر لما بيلاقي ان في استقرار في سوق العمل، في بيئة العمل، البنية التحتية، توفر وسائل اي مستثمر بيحتاجها، ده بيخليه ان هو يجي. طب ايه تاني برضو في التنافسيه العالميه؟ ان احنا بنقدر نشوف احنا تميزنا في ايه ومحتاجين نتميز في ايه أكيد. علشان نقدر أكيد. نجاري على مستوى العالم كل الحاجات اللي بتحصل ان شاء الله يتم استكمال مسيره البناء ويعني الانجازات ان شاء الله في الفتره القادمه. انا بشكر حضرتك جدا الاستاذه داليا ابو المجد الكاتبه الصحفيه، بشكر حضرتك جدا، بشكركم مشاهدينا، غدا ان شاء الله فريق عمل اخر، وبتصبح عليك والى اللقاء.